بكم في حلقة جديدة من برنامج باتشك شوكة. معي أنا فاطمة الجوزي. كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها، لا تنسوا تضغطوا زر الأحمر، زر الاشتراك، ودوركم طرف القناة. اليوم عشان الحق والعدل، قلبك عامر بالإيمان، جابت لكم أنواع المبتعثات إذا نزلوا السعودية. هذه كل واحدة فيهم لها قصة، كل واحدة فيهم جاية من ولاية تجتمع، عارف نجتمع في الإجازة في السعودية. عاد في منهم عينات جلسين على قلبي، تعالوا نشوف سوا. النوع الأول الجاحدة، هذه الله يسلمكم من يوم ما طلعت بلد الابتعاث وهي انتلحست في دماغها. كل شيء هناك أحسن حاجة، كل شيء هناك أفضل حاجة، كل شيء هناك هاي كواليتي. السعودية صارت كخة، السعودية صارت إف 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 إف. يا ربي ما تصدقوا إحنا جايين، يا الله حفريات حفريات كل مكان. يا أكلنا ذاك المطب عورني في قلبي، كيرش يعني عورني في قلبي، ماني قادرة ماني قادرة، تلوث بصري مو طبيعي، ما أعرف متى المشاريع هذه تخلص. إف يا ربي إف والله، تعبنا من التخلف هذا. شوفوا لهم صرفة مسؤولين من جد، شوفوا لهم صرفة. أنت الحلال أعطيكم سنة إن شاء الله أضع أقدر إن شاء الله. بس يا أختي، النوع الثاني الفقاصة، عداد الله يسلمكم مرافق الواحد يدرس دكتورة هناك ومطول الآدم يصر له من ولاية لولاية، هي ما لها خلق تدرس بس عندها طموح يا أخي، طموحة إنها تجيب الجنسية الأمريكية لكل عيالها، على بالها إيش؟ إنها بتحسن الناس، وهي عيالها أحسن واحد فيهم شكله زي كده. المهم الأدمية هذه كل سنة ببذل، إذا ناويين تجتمعوا بواحدة زي كده في أي يوم من الأيام خذوا معاكم سدادات أذاني، عشان هي راح تقرب المجلس روضة هي وعيالها. وانت كيفك ايش مسوية؟ زي ما انت شايفة والله الحمد لله. بس هذا اللي في بطنك من العام ولا كيف؟ ايوه يعوذ بالله، لا هذا جديد ربك فيه له ما شاء الله. لا ان شاء الله هذا بمولد كاليفورنيا. والباقيين من فين؟ والله واحد في دي سي، واحد في تكساس، واحد في أوريغون، واحد في فلوريدا على ما أظن. ايوه ما شاء الله كلهم made in the US. بس يا واحد اجلس انت. بس لينا معنا هي شاطر في الجغرافيا، اسألوها عن اي ولاية في امريكا وتجاوبكم زي كده. النوع الثالث من خاف من عين ومن حسدي يا عين، عاد هذه عادة طلبة دراسات عليا مختارة اسهل تخصص، لا وعندها الاولدات ومضبط احد يسوي لها الوجبات الكثير على الكثير، تنزلها ثلاث مواد في السمستر. مقضي الابتعاث سفر وتماشي ومطاعم واسواق، بس ها لا حد يدري كله في السكتم بوكتم. شو مسوية انت ما شاء الله؟ اشوفك على انستغرام والسناب شات صور فلوريدا تهبل عندك. اها ايوه كنت ازور بنت خالتي مسكينه صار عليها حادث، واخوها الا اصر نطلع نتعشى معاهم يوم. تعرفي عارف حتى لوس انجلوس ما شاء الله مره تشدني صورها عندك روعه. اه لا برضو نفس الحكايه، جت عمتي ولدت وقلت روح احمد لها بالسلامه. يا بنت شوفي اخوكي ما شاء الله ما شاء الله، كل سفراتك قضاء الحاجات وعيادات المريض. شوفيني ها بقول ما شاء الله ما شاء الله. النوع الرابع الماركات، هذه ماخذ الابتعاث هو فرصته للتسوق والحصول على جميع الماركات العالميه، حتى لو في زيه في السعوديه. لا حق بلد الابتعاث احسن حاجه، مستحيل تمر ولايه من غير ما تمر سوقها، كل اجازاتها اسواق. هذه اذا نزلت السعوديه على الاقل على الاقل اقل تاخذ لها طقم شنط جديد يا دوب كفي عشاء. انت غريبه العاده ما تنزل الكريسماس، ايش اسوي بس يا شيخ؟ الله يهدي اللي عندي. قال لك كيف مشتاق مشتاق، ولا تعرفيني مره ما افوت تخفيضات الكريسماس، ماما داني الا اروح محلنا ثلاثه برجرين فيندي. المهم هو قال لي في الصيف يعوضني ان شاء الله ونروح اكبر اوتلت فيك يا امريكا، نقعد فيه اسبوع هناك كثير، في اشياء مره كثير ناقصتني. دايم انك اصلا عينك فارغه وناقصك اشياء كثير. النوع الخامس او ماي جاد، هذه ما تقدر تتكلم اي جمله من غير كلمه انجليزي، كذا ما في اعتبار لاي احد جالس في المجلس، هي تتكلم معناته المفروض الجميع والكل يفهمها. الانجليزي عندها لغه العصر والمغرب والعشاء والظهر، شي سبيك انجلش اول ذا واي داون. وانت ايش مسويه؟ الحمد لله I'm fine I'm so good. I love Americans, they're so nice to me and I think I'm gonna apply for the what is it called? Stay with me. اللهم صل على محمد. الكرت الأخضر. Yeah. الكرت الأخضر. واو جات على الجرين كارد. I'm impressed صراحة. لا أنا ظلمتك آسفة. What you just said to me? I'm sorry I apologize.
الى هنا اكون وصلت معكم لنهايه الحلقه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش اكثر شخصيات تستفزكم، واذا تعرفوا احد من الشخصيات اللي انا ذكرتها ارسلوا لهم الفيديو وخليهم يخفوا علينا، وتعالوا لكم عندي وجبه بدل ما انتم قاعدين كده تتفرجوا. ريلاكس تيك ايز، كل واحد فيكم يرسل الفيديو هذا لعشر اشخاص بس 10 اشخاص. سووا لايك وشير سبسكرايب. ايوه بس انت اللي احلل عليك الانجليش، اقصد زر الاعجاب ومشاركه واشتراك، لا تنسوا تضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات في الحلقات الجديده. All the way down، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. شكرا يا بنات، تعالوا لي انا بحييكم، بيتي مفتوح كل ناوي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. استنى لما اروح البيت.